عند الكرام بحال اللي كتشوفوا الان راه السي بوبكر الهو السي بوبكر نور الدين محامي بهيئه المحاماه بوجده. السي بوبكر السلام عليكم. وعليكم السلام. السي بوبكر ممكن واحد الكلمه؟ نعم تفضل اسيدي تفضل 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 تفضل. السي بوبكر اسمح لنا واحد الوقت ماشي مناسب ولكن بغيناك تقول لنا شنو كاين جديد في القضيه ديال راقي بركان بحكم ان انت هو المحامي ديالو. بطبيعة الحال انا لم اكن اؤازره على المستوى الدرجه الابتدائيه، انما بطلب من اسرته سوف اؤازره الدرجه الاستئنافيه لانه حكم كان حكما قاسيا 10 سنوات سجن من اجل التجار في البشر. اذا اول شيء اردت ان اتاكد من المعني بالامر من المتهم الذي يوجد رهن الاعتقال، يعني اتحقق من قضيه قبل. اسمح لي قاطعك، بشحال حكموا عليها استاذ؟ 10 سنوات سجن. ودوك الناس اللي كانوا ربطوه وضربوه تاهما تحكموا؟ المهم لم اطلع بعد عن على الحكم، انما اطلعت على المحضر فقط، هو الدافع الذي جعلني لم اطلع على الحكم بعد، واعتقد انه ما يراجع يشاع ان سنتين سجن. اذا كما قلت لان الجنايه الخطيرة للمتابعة هي جناية التجار في البشر، فأردت أن أتأكد من هذه الواقعة، وعندما زرته اتضح لي أن الأمر يتعلق بعلاقة بينه وبين المشتكية، علاقة كسائر العلاقات التي ينسجها بعض المواطنين، تدخل في إطار الجناح ولا تدخل في إطار الجنايات. فعندما يعني جلست معه وتحاورت معه اتضح انه ضحيه مؤامره خطيره من اقرب الناس اليه طمعا في ما ركمه من اموال ومن علاقات لانه اتضح انه قام بعمليه الرقية لمجموعة من زوجات الشخصيات وكانت ناجحة إلا أن العلاقة التي كانت معهم بين المشتكي علاقة تدخل في إطار الجناح وليس في هذه العلاقة اللي كانت معهم مع المشتكية. واش كانت علاقة اللي كانت دار معها داك الشيء بزز ولا كان بخاطرها؟ لا بطيب خاطرها. وبالنسبة للصور؟ الصور كان صور يعني واش كانت الصور صور سيري ولا اتفاق؟ كانت لان الصوره كانت بالهاتف النقال وبهاتفين نقالين، والاشكال الكبير هو هاتفين نقالين يعني الهاتف ديالو وديالها. نعم والاشكال الكبير الخطير جدا هو نشر هذه العلاقه المحظوره بطبيعه الحال بمقتضى القانون، هذه العلاقة في المواقع الإباحية العالمية. إذا من وراء نشر هذه المواقع الإباحية؟ لأنه له هدفين، الهدف الأول هو الانتقام، والهدف الثاني هو الانتقام أو غير ذلك، والهدف الثاني هو أن يعني يجلب أموالا مقابل ذلك النشر. فيديوهات. نشر تلك الصور، وفي الحقيقة أضر كثيرا بسمعته، بعائلته، باسمه، وهذا ملك شخصي له، وهو نحن نستعد لرفع دعاوي ضد هذه المواقع الإباحية التي في الحقيقة قامت بعمل غير قانوني وغير مشروع. على ذكر ان احنا عرفنا بلي كاين مجموعه من شخصيات المنطقه الشرقيه وغير المنطقه الشرقيه انه جابوا الزوجات ديالهم ليه ورقاهم. نعم. غير واش لقيت هذا السيد هذا يعني شنو هو تعليقك على هذا الشيء مثلا؟ في الحقيقه هو انا سالته على هذا المساله، قال لي هذا لا اقوم ما اقوم به هو تلاوه القران ليس الا، وما يقارب سالته ما يقارب 200 امراه ورجل قمت برقيته وشخصيات كبيره وبرضا الزوجات النساء بحضور ازواجهن النساء وشخصيات معروفة. إذا هل يمكن أن يعني يمارس علاقة بحضور الأزواج أو غير ذلك؟ معروفين في بركان بزاف شخصيات معروفة، إلا أنه العلاقة كانت مع يعني علاقة مع واحدة الذي نشر
نشرت صورتها على المواقع الإباحية. إذن هو كانوا كما تقال بالدارجة كانوا عنده جوج صحاباته. نعم. وحدة من هاد الجوج اللي تنشر الفيديو ديالها. نعم. وحدة من هاد الجوج اللي تصورت. نعم. وتصورت بتليفونها وتليفونه. هادشي نعم. اللي بغينا نعم. نفهمه. نعم. إذن وشكون وراء هادشي تقدر نعرفه؟ لأن عرفنا باللي بغيناك تقولنا شكون اللي نشر هاد الفيديو. واش ممكن هو سوف أرفع دعوة ضدهم. ما يمكنش نقول الأسماء ديالهم لأن يعني هذه مسائل سرية. غادي يتهربوا. غادي يتهربوا. أو القيام بمناورات تدليسية للتهرب. إذن بغيناك تقول لنا آخر كلمة وتعلقنا شوي على الحكم اللي تحكم بهذا. الحكم أخذ يعني عناصر المعطيات هو اتهامه بالجناية، وأنا أقدر أن الأمر يتعلق بجنحة وليست جناية، وسوف نثبت ذلك. ولكن خلاصة القول ما أؤمن به دائما هو الحق للجميع والقانون فوق الجميع. شكرا أستاذ وتبارك الله عليكم.